بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس علم النفس. درس اليوم بعنوان مرحلة المراهقة وخصائصها. هنتعرف مع بعض على خصائص النمو في مرحلة المراهقة التي تلي مرحلة الطفولة المتأخرة، يعني من بعد سن 12. أولا، النمو والارتقاء الجسمي. هنتعرف أولا على النضج الجنسي. يمثل أهم التغيرات الجسمية اللي بتحدث أثناء فترة البلوغ تحكم المهاد المخي في التغيرات الهرمونية المسؤولة عن البلوغ، واللي بيقع في وسط الدماغ. في المرحلة دي بتفرز الغدة النخامية هرمونات النمو والهرمونات المنظمة للغدد الجنسية، وبتبدأ علامات البلوغ عند الإناث في سن من 12 ل 16 عام، يعني ما بين 12 و13 سنة إلى 16 سنة، وبتبدأ علامات البلوغ عند الذكور في سن 13 ل 17 عام، يعني ما بين 13 و14 سنة إلى سن 17 سنة، يعني الإناث بتسبق الذكور، وغالبا بينتهي البلوغ مبكرا ويبدأ مبكرا عند الإناث. دور التربية السليمة أو السوية في هذه المرحلة. أولا، التربية السليمة بتجعل المراهق يتوقع التغيرات الجنسية قبل حدوثها، وتجعله لا يشعر بالقلق والتوتر، ويتقبل علامات النضج الجنسي، ويسعى لتحقيق المكانة الاجتماعية في المستقبل. كمان بتجعل المراهق لا يشعر بالإثم أو الذنب، يعني عند الميل نحو الجنس الآخر، وبتعلمه إزاي يعبر عن مشاعره وفقا لتقاليد المجتمع. كمان بتعلمه الابتعاد عن مواقف الإثارة اللي بتضيع طاقته. هنشوف مع بعض التغيرات اللي بتحدث في حجم جسم المراهق. تحدث طفرة في النمو الجسمي، بحيث يزداد الطول من 10 إلى 15 سنتي، والوزن من 5 إلى 10 كيلو جرام. الفروق الفردية في النمو الجنسي والجسمي. حيث توجد فروق فردية بين النمو الجنسي والنمو الجسمي، فبعض الأفراد يبدأ نموه مبكرا، والبعض الآخر يبدأ نموه متأخرا، والبعض بيكون نموه سريع، والبعض الآخر بيستغرق وقتا طويل. عدم وعي المراهق بهذه الفروق بيؤدي إلى حدوث مشاكل نفسية واجتماعية. أما وعي المراهق إن هو يتقبل نفسه فلا يصاب بأمراض تؤخر نموه العقلي أو الحركي، حتى لا يقارن المراهق نفسه بالآخرين، لأن السبب في هذه الفروق عوامل وراثية وبينية لا يمكن التحكم فيها. ثانيا، الارتقاء العقلي. بيسمي جان بياجي هذه المرحلة باسم مرحلة العمليات الصورية. الصورية جاية من كلمة الصور، وبتمتد من 11 ل 15 سنة. في هذه المرحلة يقدر المراهق ان هو يقوم بعمليات عقلية تعتمد على التفكير المجرد لحل المشاكل، وبتتميز بالطابع المنطقي والتفكير التجريدي والقدرة على التعامل بعيدا عن المحسوسات. العمليات العقلية. بنلاحظ عند المراهق نمو بعض القدرات زي الحفظ والتذكير. الحفظ والتذكير في المرحلة دي مبني على الفهم والانتباه، يعني ليس حفظا وتذكرا آليا، لكن مبني على فهم الأشياء المحيطة والانتباه لها. إذا أثرت مشكلات المراهق على المراهق نفسه بيحدث ضعف التركيز والتذكر. أما بالنسبة لخيال المراهق فهو خيال خصب، عكس خيال الأطفال اللي بيوصف بالضعف والسذاجة. بيقدر المراهق أن يحل مشاكله اللي بتواجهه، وبيضع الفروض المناسبة لحلها، لكن الذي يؤثر عليه هو ضعف الخبرة. ثالثا، النمو والارتقاء الاجتماعي. اولا هنشوف مع بعض الرموز المجرده. يعني ايه المراهق بيقدر يعبر عن افكاره بعدد قليل من الرموز المجرده، زي الولاء والانتماء والعداله، الحب والثواب والعقاب. الطفل بيحتاج للحب من الاباء، توجيه سلوكه بالثواب والعقاب. اما المراهق فبيحتاج للحب من الاباء، لكن لا يحتاج الى نفس الدرجه من الثواب والعقاب زي ما كانت في الطفولة، لأنه بيسلق وفقا للنموذج المحبب له. فلسفة مثالية. المراهق بيقبل فروض وتخمينات لا تتفق مع الواقع، ويتعامل معها كما لو كانت صحيحة، وبيترتب على كده أنه بيتعامل مع الممكن على أنه واقع، والمستقبل على أنه حاضر، وبيتبنى فلسفة مثالية للحياة. والفلسفة المثالية مقصود بها أسرة مثالية، سلوك ديني مثالي، مجتمع مثالي، كل شيء من وجهة نظر المراهق مثالي. النظرة المثالية دي بتجعل المراهق يتمرد على الراشدين. بعض العلماء فسروا أسباب هذا التمرد تفسير خاطئ على إنه نوع من الصراع بين الأجيال والتحرر من سلطة والدين والاستقلال عنهم، لكن الدراسات بتؤكد إن المراهق بيتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال، والدليل على ذلك إنهم بيتخذوا من الوالدين نماذج يقتدى بهم. الاقتداء بالراشدين. الآباء المتدينين بيلتزم أبنائهم بالسلوك الديني غالبا،
اما الاباء المدمنين او المدخنين فبيدخن ابنائهم او بيدمنوا غالبا، والابناء بيمارسوا نفس هوايات الاباء غالبا. طبعا لكل قاعده شواذ. المهارات الاجتماعيه التي تنمو عند المراهق، من ضمن المهارات الاجتماعيه اللي هنتكلم عنها ممارسه انواع النشاط الاجتماعي. ثانيا ادراك مشاعر الاخرين، التخطيط لمهنه المستقبل والقيام بدور قريب من دور الراشدين. ملحوظه، في نهاية المرحلة اللي هي مرحلة المراهقة بيحقق المراهق أكبر قدر ممكن من التوافق النفسي والاجتماعي زي تحمل المسؤولية الأسرية والأخلاقية والمهنية. رابعا الارتقاء الانفعالي، وهو بداية المرحلة. في بداية المرحلة بيحصل ذبذبة في انفعالات المراهق بسبب التغيرات الجسمية الشديدة، وبتكون بين اندفاعات الأطفال وتحكم الكبار، وبيحس المراهق بالخجل بسبب التغيرات الجسمية المفاجئة، وبيستغرق في أحلام اليقظة. أما بالنسبة لحب الوالدين للأبناء فهو بيساعد على تجاوز هذه المرحلة بأمان، وإعداد الوالدين للأبناء لاستقبال هذه المرحلة بيساعدهم على زيادة الاتزان الوجداني. مع مرور الأيام بيتحول المراهق نحو الاتزان الانفعالي، وهنشوف مع بعض الصور لهذا التحول. هنجد إن المراهق بيتحول من شخص لا يتحمل الإحباط إلى شخص بيتحمل الإحباط ويستمر في العمل حتى يحقق النجاح. كمان بيتحول من شخص لا يثق بنفسه إلى شخص يثق بنفسه، ومن شخص سريع الانفعال إلى شخص يتحكم في انفعالاته، ومن شخص لا يرى إلا الأبيض أو الأسود، الصادق أو الكاذب، إلى شخص يرى درجات من الأفعال والسلوك، ومن شخص أناني إلى شخص غيري يعني بيفكر في غيره وبيتعاون مع الآخرين، ومن شخص ذاتي يعني إدراكه للواقع بيكون مشوه إلى شخص واقعي إدراكه للواقع موضوعي. التوافق النفسي والانفعالي، وجود الحب والرعاية واتساق المعاملة وإتاحة الفرصة لاكتساب المهارات داخل الأسرة، كل ده بيساعد المراهق على الشعور بالثقة والأمان. كمان افتقاد المراهق لهذا المناخ الأسري الآمن والمساند والمرشد بيعرضه لمتاعب واضطرابات انفعالية تؤثر على شخصيته واتزانه الانفعالي، لكن الحب والشعور بالأمن بيساعد المراهق على تجاوز العقبات وتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي زي النجاح في الحياة العلمية والمهنية والاستعداد لتحمل المسؤولية. وبكده انتهى درسنا، وهنشوف مع بعض ملخص الدرس. اتعرفنا من خلال درسنا على بعض النقاط، وهي اولا النمو والارتقاء الجسمي، عرفنا من خلال دور التربيه السليمه اللي هي السويه الفروق الفرديه في النمو الجنسي والجسمي. ثانيا الارتقاء العقلي او العمليات العقليه. ثالثا النمو والارتقاء الاجتماعي، ويشمل الاقتداء بالراشدين والمهارات الاجتماعيه اللي بتنمو عند المراهق. رابعا الارتقاء الانفعالي او التوافق النفسي والانفعالي. والآن مع تدريب متروك لكم الإجابة عليه أسفل الفيديو المعروض على موقعنا التعليمي نفهم نتعلم ببساطة. السؤال الأول، هل يحتاج المراهق نفس درجة الثواب والعقاب كما كان في مرحلة الطفولة؟ السؤال الثاني، اعرض لمظاهر التوافق الشخصي والاجتماعي في مرحلة المراهقة. السؤال الثالث، ناقش التغيرات الجسمية في مرحلة المراهقة. إلى هنا أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة يكون قد انتهى درس اليوم. شكرا لكم وعلى أمل اللقاء في درس جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.